يوميا نتصفح عشرات المواقع المختلفة والتي تتضمن على الكثير من المعلومات والصور وغيرها ولكن عند ظهور المواقع الإلكترونية ظهرت معها نوافذ إعلانية التي أصبحت تزعج مستخدمي هذه المواقع الإلكترونية سواء على الكمبيوتر أو على الهواتف على حد سواء وفي هذا الفيديو أتيت لكم بالحل على الكمبيوتر سنقوم بشرح على الكمبيوتر وعلى الهاتف لكن قبل أن أبدأ أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد هذه قناتي الأولى التي أشرح عليها الآن هذا فضلا وليس أمرا أدعوكم للاشتراك وتفعيل زر الجرس وهذه قناتي الثانية أدعوكم أيضا للاشتراك فيها مع تفعيلكم لزر الجرس ليصلكم الجديد أول بأول قناتي الثانية هي للطبخ لمن يهمه أمر الطبخ فيها وصفات أرجو أن تنال إعجابكم إذن نمر إلى الشرح كما قلت لكم نبدأ الشرح على الكمبيوتر من خلال متصفح جوجل كروم ثم نتجه إلى هذه الثلاث نقاط يمين على الشاشة نضغط عليها ثم إلى الإعدادات بارامتر. ثم الى هذا الخيار سيكوريتي اي نضغط هنا ثم على اعدادات الموقع بارامات دي نضغط هنا ثم ننزل للاسفل الى بارامات دي كونتينيو اعدادات اضافيه ثم الى هذا الخيار بلوكي لي زانونس سور لي سيت كي سافيشون دي زانونس انتروسيف او ترومبوز نضغطو هنا ثم تعلمونا على هذا الخيار بلوكي لي زانونس سور لي سيت نقوم بمنع الإعلانات من هذا الخيار نعلم هنا ثم نذهب لنشرح على الهاتف في الهاتف نقوم بالذهاب إلى قسم الإعدادات هنا ثم على هذا الخيار الأول كونيكسيون. ثم بلس دو بارامتر دو كونيكسيون نضغطو هنا ثم الى دي ان اس بريفي هذا الخيار ثم نقوم او نعلم على هذا الخيار اخر ونقوم بنسخ هذا الامر سأترك لكم هذا رابط في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو ثم فقط نقوم بالضغط على انجستري حفظ هكذا نكون قد منعنا الإعلانات كان هذا هو شرحنا في هذا الفيديو أتمنى أنكم قد استفدتم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد ومشاركة الفيديو لتعم الفائدة على الجميع ألقاكم في فيديو آخر بحول الله دمتم في آمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته